تواصلنا مستمر، شوطنا مستمر، شوط جديد الثاني والعشرون المنطلق أمام حضراتكم، حيث نتابع مقدمة الشوط والمركز الأول من يتواجد على المقدمة وعلى الصدارة. هناك الشاهينية محمد بن سعيد بن عبيد المزروعي يأتي على مقدمة الشوط. ننتقل إلى المركز الثاني من الجانب الآخر، الشاهينية سلطان بن زايد بحميد المزروعي، ومن الجانب الآخر شوف التدخلات السريعة بانطلاقات مثيرة، وجود أيضا الذيبة أحمد بن سالم بن مبروك الجنوبي. المركز الرابع لسعيد بن عيسى بن سالم البلوشي، نقود تتواجد في المركز الرابع، انفرد للأربع المراكز الأولى من خلال هذا الانطلاق وخلال هذا الإبداع القوي لدى انطلاقة هذا الشوط، لدى وجود هذه الأسماء المتقدمة المنطلقة أمام حضراتكم في أرضية هذا الميدان خلال هذا الانطلاق، حيث نعود إلى مقدمة الشوط. الله، شوف الصدارة، شوف المركز الأول ديبة أحمد بن سالم بن مبروك الجنوبي يبدع بوجود الذيبة المنطلقة على المقدمة بحميد المزروعي، ولكن الجنوبي شوف حينما أطلق عليها الأوامر زادت من السرعة، يعني لديها ذخيرة، يعني لديها ذخيرة، خلاص يا الجنوبي ما يحتاج هذه نوعية نادرة. تهانينا لأحمد بن سالم بن مبروك الجنوبي، ثانيا لسلطان بن زايد بحميد، ثالثا لمحمد بن سعيد بن عبيد المزروعي، رابعا لسعيد بن عيسى بن سالم البلوشي. دقيقتين وثمان توقيت هذا الشوط وهي الذيبه.